مفتشة تربوية ومستشارة تربوية في نفسية الوقت. السيدة زهرة فاسي، شكرا لك على تلبية الدعوة. بداية أود أن أطرح سؤال عن طريقة التدريس في الجزائر. فعلا رأيك فيما يخص هذه الطريقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباحك سعيد وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة. لقاؤنا اليوم لقاء تربوي. أكيد. جميل. فعلا موضوع التدريس في الجزائر هو موضوع يعني أخذ كثيرا من المد والجزر، لكن في الحقيقة عندما سمعت الآن فيتياري يقول بأن الممارسة القديمة، قد أفاجئك لو قلت لك أن الممارسة القديمة أحسن من هذه. لماذا؟ لأن هذه الممارسة الجديدة أي وهي منهجية جديدة لتسمى بالمقارنة بالكفاءات. شوفي كم من سنة ضيعناها، من 2002 مش 2003، من 2002 إلى 2015 لم يستوعب الأساتذة والأسرة التربوية كافة من مسؤولين إلى آخر معلم في الميدان لم يستوعبوا طريق المقاربة بالكفاءات. لماذا؟ لأن التكوين والإصلاحات جاءت بطريقة موازية، لم تلتقي الإصلاحات والتكوين، بقي التكوين مبتورا يمشي على رجل واحدة ومشى المسار التربوي. إذن هذه الممارسات البيداغوجية التي يقولون عندها كانت والآن أصبحت، هي في الحقيقة أن الإصلاحات لم تستوعب. جاء السند التربوي، معناها المنهج جديد، ولكن طريقة بقي الأساتذة يدرسون بطريقة بين الطريقة القديمة والجديدة. لم درسوا بالطريقة القديمة، ولكن طلب منهم الدخول في المقاربة بالكفاءات ولم يستوعبها. هنا بدأ الخطأ الكبير، حصل ما يسمى بالتشويش في التعلمية. بدأ التشويش في التعلمية، كيف يستوعب هذا التلميذ، كيف نرسي فيه المعارف، بأي طريقة. بدأ هناك تشويش بين الطريقة القديمة والمقاربة بالكفاءة المبنية على الكفاءات، كفاءة قاعدية، كفاءة عرضية، كفاءة ختامية، لوتي يعني الهدف الختامي الإدماجي. كل هذا لم يستوعبه الأستاذ. الآن ماذا حصل؟ ضعف التلميذ نتج من هذا، لأن التلميذ عنده ثلاث للوزارة كوزارة والأستاذ كأستاذ لابد أن يرتكز. هل هذا راجع ربما إلى أن الأستاذ لم يفهم بعد طريقة المقاربة الكفائية؟ الكفاءات لم يفهم، لأن الحقيقة أن الهرم ثلاث أهرام، هو الهرم الأول هو التلميذ، الثاني الأستاذ، والثالث المنهاج. المنهاج والأستاذ والتلميذ، هذا المخطط الهرمي. لو نبسط مفهوم طريقة المقاربة بالكفاءات. طريقة المقاربة بالكفاءات تعتمد على الكفاءات. معناه نرسي كفاءة في التلميذ. لابخوش بار كومبيتونس سي دوني اون كومبيتونس لليف. كيف نعطي هذه الكفاءة للتلميذ؟ معناه أن التلميذ يأتي بكفاءة قبلية من المستوى اللي كان فيه. مثلا يأتي من سنة أولى متوسط أو سنة أولى ثانوي ويدرس تيرمينال سنة ثالثة، معناها عنده كفاءات قبلية. تلك الكفاءات القبلية تبنى عليها كفاءة آنية، نستهدف فيه الكفاءة، تبنى عليه كفاءة آنية. لماذا؟ لأن المقارنة بالكفاءات مبنية بالنظام الحلزوني. نعطيك مثال، التلميذ في سنة أولى متوسط يقرأ الجملة الإسمية، في الثانية متوسط دخول النواسخ، إن وأخواتها كان أخواتها. لو كان ما يكونش يعرف مليح الجملة الإسمية، في سنة أولى متوسط، لما يعطيه الأستاذ دخول نواسخ ما يعرفش. لما؟ إن الكفاءة القبلية معدومة، لازم تكون كفاءة قبلية باش يربطها. الآن هنا مؤشر الكفاءة، هل في التلميذ كفاءة أو لا؟ ما حصل الآن مع وزارة التربية الوطنية، حصل تعديل مش إصلاح، حصل تعديل في الإصلاح. معناه ما فهمناش المقاربة بالكفاءات كان خط، الآن فيه تقنيات جديدة، كيف نفهم هذه المقاربة بالكفاءات بحيث نعتمد على الكفاءة. وما هي هذه التقنيات؟ الختام. هذه التقنية معناه فيه تبسيط. أولا نشوف مؤشر الكفاءة عند التلميذ لنبني فيه الكفاءة، ثم عملية التقويم المستمر، تقويم تشخيصي ثم تقويم تكويني باستمرار، معناها تقنية تشخيص علاج. نشخص الضعف عند التلميذ ثم نعالجه. الآن طريقة مبسطة كثيرا، وبدأنا الآن التكوين فيها القاعدي. بدأ التكوين من الابتدائي الثانوي، في هذا سبتمبر بدأ تكوين الأساتذة والمعلمين في الأطوال الثالثة. معناه في عملية تعديل وليس إصلاح جذري، في عملية تعديل للمقاربة بالكفاءات، لأن المقاربة بالكفاءات وقعنا في من يكون من يتحكم في المقاربة بالكفاءات حتى يكون فيها الأستاذ. من نجحوا؟
نجحوا الأساتذة والمفتشين العصاميين الذي اعتمدوا على نفسهم. أنا أعطيك مثال مثلا مقاطعة بروبة وبجراح بفضل الإطار التفتيشي، راهم الآن من 2011 يقروا بالخريطة الذهنية، يعني لكارت كونسيبتوال، خريطة ذهنية اللي هي طريقة مبسطة جدا فيها تقنية التفوق المدرسي بسهولة. لأن مشكل التلميذ الآن هو مشكل طول البرنامج والحجم الساعي الطويل، هادو سببين اللي خلوا التلميذ ينفر من الدراسة، طول المنهج والحجم الساعي. لابد أن نغير التلميذ حتى نعلمه النظريات. إذا كان البرنامج قصير وفيه النظريات اللي تحكم فيها التلميذ ونحفظوها له، نحفظوها التلميذ باش يقدر هذا التلميذ يتقدم قولها بالترجة. أما إذا كنا نعطيه طول البرنامج فيه مواد فيها عناوين مستهلكة وفيها شيء مستهلك، التلميذ طول البرنامج طويل يتعبه والحجم الساعي يتعبه، لكن الفائدة أين هي؟ ما. ثم عندنا في المؤسسة التربوية تاعنا لابد من ثقافة اسمها كيف أتعلم. نعطيك مثال، هل تغيرت القواعد منذ أبو الأسود الدؤلي وسيبويه إلى يومنا هذا؟ هل تغير الفعل المضارع في الماضي والصفة والمفصوف؟ ما تغيرتش هي وحدها. إذن المعلم هنا تعود الحنكة في طريقة المعلم كيف يجد ذلك الأسلوب الذكي ليبلغ المعلومة عن التلميذ. هل تغيرت الرياضيات؟ هل تغيرت نظريات فيثاغورس وطاليس إلى آخره؟ لم تتغير. الجغرافيا لم تتغير، التاريخ لم تتغير منذ عقود كثيرة. ثم هل أينشتاين وإيديسون ومثلا قانون الجاذبية؟ لكن الجديد هو أنه استحداث الأساتذة، فيه أساتذة جدد يخضعون لتكوين. لو نتحدث عن الجانب التكويني للأساتذة، أنا أخشى أن يكون جانب التكوين للأساتذة سيذهب إلى تهميش لب الموضوع، لأن الأساتذة إذا كوناهم بنفس الطريقة اللي كونا فيها سابقا المقاربة بالكفاءات ما تكونش هناك جدوى. أولا لابد من البحث عن الكفاءات، نبحث عن الكفاءات أينما كانت. شوف الخطأ تاعنا احنا لما يكونوا ناس في أي إطار، مثلا في التربية، ناس عرفناهم ناس أصحاب كفاءة عليا وصلهم سن التقاعد، كفاءة تحال على التقاعد، لماذا لا نعود هذه الكفاءة ونوظفها في إطار مستشارين نوظفهم باش يكونون الأساتذة؟ تعرفي احنا في التربية عندنا كفاءات قوية قوية قوية، راهم راحوا لنا تقاعد، الكفاءات اللي راحوا تقاعد وماشي أي واحد راح يقعد نعود نجيبه، لا، لكن تشوفي في القطاعات في الدول الأخرى، مثلا في بلجيكا أينما درست أنا، في بلجيكا كل المستشارين متقاعدين قريب عمرهم 80 سنة، ولكن الوزارة التربية في بلجيكا توظفهم في حال وجود نقائص. احنا روحونا كفاءات ولكن ما عندناش ثقافة البحث عن الكفاءات حتى في المتقاعدين في كل مجالات، في الطب، في السياسة، في الاجتماع، في التربية، في الثقافة، في كل الأطر. لابد أن هذه الكفاءات اللي راح التقاعد لابد أن نبحث عليها ونعيدها إلى الساحة العملية. مشكلتنا نحن الآن في التربية، لابد كما قلت لك الثلاثة هذول، الهرم الأول والثاني والثالث، إذا قلت لك المقصود هنا والمهم في العملية التعلمية هو الأستاذ، لابد من تكوين قوي للأستاذ. إذا قلت لك التلميذ، لابد من أن نبحث فعلا ما ينقص التلميذ الجزائري. لماذا؟ لأنه لو جبت لك نظريات الآن بلجيكية وهولندية وفرنسية وفنلندية مثلا، هما أكبر الآن بلد فنلندي في التعليم، في طرق التعليم، وهل تلميذنا الجزائري محتاج إلى كل هذا؟ هل تطبيق القواعد والرياضيات والعلوم محتاجين إلى هذه الكفاءات؟ لابد أن نزرع كل هذه الإصلاحات في طلبة جزائرية، أن نختار الأحسن ونختار الأفيد لتلاميذنا. هي عملية سهلة، أولا أن يكون الأستاذ متكون تكوينا عالي حتى وإن بحث هو يكون عصامي مثل ما فعلنا في الميدان. ثانيا أن يكون الأستاذ متشبع بنقائص التلاميذ، معناه أنا سيلو دياغنوستيك، سيلو إيفالواسيون دياغنوستيك، معناه أنا أحلل نقائص تلاميذي عن طريق دي زيبروفي كريت وصحيح وأحدد النقائص. لما أحدد النقائص سأعالج تلك النقائص، مثلا أين الخطأ في التلميذ؟ نعطيه تمارين، يعرب لي مثلا في عمل المضارع المبني، قل لي مرفوع وكفى، في ساعة الاستدراك نقلبها إلى ساعة علاجية ومليح لمحو الفوارق الفردية عن التلاميذ. ثالثا
المنهاج. لكن الظروف اللي نوجدها اليوم في المؤسسة التربوية هل ربما تساعد الأستاذ على الاهتمام أكثر بالتلميذ، وهل تساعد التلميذ على الإصغاء للأستاذ وتركيز معه؟ كاين شيء أساسي لابد أن نركز عليه. يعني كنشوفوا المؤسسات التربوية اليوم يعني في الأقسام نلاحظوا أنه عدد التلاميذ في القسم الواحد يفوت 40-50 تلميذ في القسم الواحد، حتى أنه في المؤسسات التربوية يعني في المدارس الابتدائية فاق حتى 70 تلميذ في القسم الواحد. هل ربما هذا الجو يساعد التلميذ على أنه يركز مع الأستاذ دياله، أم أنه تكون فيه شوشرة ما بين التلاميذ، وهل الأستاذ يقدر يوصل المعلومة لأكثر من 50 تلميذ في قسم واحد؟ فعلا ظاهرة الاكتظاظ هي فعلا ظاهرة تعيق الأستاذ على التعلم. لماذا؟ لأن المقاربة بالكفاءات مبنية على العمل الفوجي، مبنية على التطبيقات، مبنية على الأستاذ يشخص الداء ثم يعالج. ولكن لما يكون قسم أكثر من 50 تلميذ أو أكثر من 40 تلميذ، وهذا المشكل الاكتظاظ يعوق الأساتذة. ولكن حبيت نقول لك أن الكل الآن يتوقف على ضمير الأستاذ. لما يكون الأستاذ فعلا يعني قلبه على تلاميذه وقلبه على أبناء بلده راح يلقى أي طريقة. أنا نقول لك شخصيا، أنا نطبق على نفسي، كنت أحضر محاضرة تلاميذي يجوني 600 طالب في الفلونفية في قاعة المحاضرات، ما نسمعش ولا حركة. لماذا؟ لأن المادة اللي يمدها الأستاذ هل يسرق انتباه التلميذ؟ هل له كفاءة في تبليغ التعلم؟ هل له كفاءة في الألفة التي يحققها بينه وبين التلميذ؟ أنا زرت أقسام فيها 50 تلميذ كلهم منتبهين. لماذا؟ شوفي قسم فيه 28 تلميذ فوضى عارمة، وقسم فيه 50 تلميذ كامل يحبوا الأستاذ تاعهم. دق الجرس قالوا وعلاش دق الجرس؟ شوفي الأستاذ قادر أن يصنع المستحيل. سي فري أن مؤسسة التربوية تعيش اكتظاظا كاملا، وهذا لنفس المنشآت القاعدية. والمنشآت القاعدية لم ينتبه إليها المسؤولين في سنوات البحبوحة المالية، أين ذهبت الأموال في غربال مائي وتركوا التربية. وهذه كلمة أنا أوافق السيد رئيس الجمهورية لما كان في الصيف أو قسنطينة، لما تكلم مع السيد أبو بكر بن بوزيد في قضية شهادة التعليم المتوسط اللي كان المعدل تعجيزي مضروبة في 3 زائد 1 تقسيم 4 باش ينجح. سيد رئيس الجمهورية قال بن بوزيد، قالوا إذا كان ما عندكش الأماكن ما تخنقليش تلاميذ. إذا ما سيبونا في بادي دي لوكو، قالوا سي با لا بين تخلق التلاميذ. هنا ما هذه الكلمة اللي قالها رئيس الجمهورية، أنا أكتشف بأن وزارة التربية الوطنية في السنوات الأخيرة، هذه السنوات العشرية السوداء تاع التربية، كانت ممكن أن تبني ثانويات وإكماليات وإلى آخره ونتخلصوا من الاكتظاظ. ولكن عدم الكفاءة لسنوات، شوف الآن الاختلالات التربوية كلها في المدرسة هي سببها التسيب اللي عاشته وزارة التربية الوطنية وحتى على المستوى الولائي من طرف مدراء التربية سمحهم الله بعض مدراء التربية. هذا التسيب الاختلال هو الذي أنتج الآن هذه الاختلالات في الممارسات البيداغوجية، الاختلالات في سلوكات التلاميذ، الاختلالات في توظيف الأستاذ. لماذا؟ حتى التوظيف أصبح بطريقة فلكلورية لا معايير ولا مقاييس في بعض التوظيفات إلا مقياس مثلا المعرفة، لو مقياس هذا يعرف هذا إلى آخره. أو المقياس الحقيقي هو أن الآن لحامل الشهادات لا يكون مستعد إلى التضحية في القسم، ولا يكون مستعدة إلى تحمل ما يسمى بتربية جيل، وإنما يشوف إعلان كان مسابقة للتوظيف تاع أساتذة ينشارك، نجحت ما نجحت ما يهمنيش. إذن بهذه الطريقة وزارة التربية الوطنية الميدان التربوي محتاج إلى معلم، والمعلم لابد أن يكون ذلك المعلم الذي يضحي، هو أساس المؤسسة التربوية أكيد. يشتهد المعلم الذي يضحي، المعلم الذي يجتهد، المعلم اللي عنده ضمير حي، المعلم اللي يعرف بأنه يكون أجيال، المعلم الذي يتيقن بأنه في قسمه يساوي شعب، المعلم الذي يتيقن بأنه إذا علم حرفا لتلميذ بصدق فذلك التلميذ هو الذي يرد له جميل يوما. لكن في المقابل لابد من أن تكون وضعية المعلم تكون وضعية مساواة، يعني يكون عنده
كما نقول مكانة خاصة في المؤسسة التربوية وفي القسم بذاته. هل ترين اليوم ربما يعني سمعنا كثير من القصص تتحدث عن أنه تلميذ يقوم بضرب أستاذه، تلميذ يشحن على أستاذ دياله يقوم بضربه أو ربما يحرض مجموعة لتعتدي عليه في خارج القسم يعني خارج المؤسسة التربوية، هل ترون أنه الوضعية على الأستاذ اليوم راهي وضعية تليق به لتخلي حتى أنه التلميذ يخاف من أستاذه ويحب أستاذه في نفس الوقت؟ إيمان، السلم القيمي عندما انهار، السلم القيمي في المجتمع عندما انهار، أصبح الطفل يضرب بابه ويضرب المعلم تاعه. لماذا؟ لأن السلم القيمي انهار، وهذا السلم القيمي ترافقه عدة عوامل اجتماعية أسرية واسعة جدا. الآن الطفل الصغير يضرب رجل كبير في الشارع، ما كانتش، لأن المجتمع كامل كان مربي. صحيح. الآن أنا نقولها ونعاودها بصوت واضح، إن الاختلالات وما يسمى عند العامة بالفساد الذي عشناه في عدة سنوات مضت رغم البحبوحة المالية، هذا الفساد اللي يشمل كل القطاعات والمجتمع، المنتوج تاعه الآن أن الطفل هذا يضرب واحد كبير في الشارع ويضرب يماه وباباه ويضرب الأستاذ، السلم القيمي يعني تدحرج وقع فيه انهيار في القيم. الآن المشكل ما لازمش نفقد الأمل، المشكل هو أن نجد طرق تربوية سليمة لإعادة، لو كان في حصانة أو مكانة جيدة للأستاذ المعلم، هل كانت ربما أن التلميذ يتجرأ ويقوم بضرب الأستاذ؟ هل لو قلت لك بأن الأستاذ يقول، هل يتجرأ التلميذ على رد على أستاذ دياله في القسم؟ حتى شوفي العنف يقابله العنف، كان شريحة من الأساتذة دخلوا قطاع التربية يدرسوا فيه بطريقة يعني كأني أجد مصب عمل فقط. ما رأيك في أستاذ يشتم التلميذ بكلمات بذيئة؟ التلميذ هذا في المتوسط الثانوي، في مرحلة مراهقة، مرحلة حساسة جدا جدا جدا، يقولوا أنت أمك كذا وأبوك كذا، كيفاش تحبي ما يضربوش؟ احنا عندنا أطفال مراهقة، شوفي سن المراهقة، هذا المقدار العمري، المراهقة زائد لا ثقافة زائد لا تربية زائد هول الشارع، من يربي الآن؟ شكون يربي الآن؟ هذا هو المشكل. الآن لابد أن نعود إلى قيمنا، وهذه القيم تبدأ من المدرسة وتبدأ من الشارع وتبدأ من الأسرة. هذا الثلاثي لابد أن يتفق كل هذا الثلاثي لتربية الطفل، معناها اللغة التي تربي نجدها عند الأستاذ ونجدها في الشارع ونجدها في المدرسة ونجدها في حي بائع الحلويات، هذا اللي يبيع الحلويات، الطفل لازم يكون مربي يقول كلمة جيدة. إذا ألقينا اللوم على المدرسة فهذا خطأ، وإذا ألقينا اللوم على الأسرة، حتى الأسرة الآن راهي في مرحلة ثوران. الأسرة هل تجابه القدرة الشرائية؟ هل تجابه تربية الأطفال؟ الأسرة هل تجابه الآن متطلبات المدرسة؟ هل تدرس أولادها؟ الأسرة الآن محتاجة إلى مرافق، حتى الأسرة عندها عدة مشاكل. الآن الأسرة بالنسبة للأسرة، لما الطفل راح يقرأ تحل مشكل. الآن لما راح يقرأ يلقى شكون يربيه، يدخل البيت يلقى شكون يربيه، كي يكون في الشارع يلقى شكون يربيه. لماذا؟ نعطيك معادلة سهلة، المجهود اللي يقوم به الأستاذ في 4 ساعات والأسرة في 4 ساعات يعني 8 ساعات، الشارع يهدمه في دقيقتين. إذا الآن هذا الطفل لما يروح المدرسة نديروا له غربلة أفكار بالتربية السليمة، ولما يدخل إلى المنزل نديروا له غربلة للأفكار السليمة، نغربل كل ما يقع في الشارع، لأن الشارع الآن مهول، تتبع فيه من المخدرات إلى السكين يضرب به زميله، كل شيء يتبع فيه الشارع، شيء مهول جدا. إذا الآن ماذا نفعل؟ لابد أن تتكاتف الجهود الفعلية، توظيف الأستاذ المربي الحقيقي مش أي أستاذ، ثم تكوين سليم مش أي تكوين كما كان من 2002 إلى يومنا هذا، ثم لابد أن تتكافل المجهودين في تربية التلميذ، لأن التلميذ، شوفي نعطيك مثال صغير باش نخلعك. ثانوية مثلا كما عبان رمضان الآن ولا مصطفى الأشرف باب الزوار، فيها 1400 تلميذ لما يروحوا الآن يديروا يجوزوا شهادة البكالوريا أو ينجحوا، راه عندك شعب برا 1400 تلميذ في ثانوية واحدة. شوفي لو كان نشوفوا كل الثانوية تاع الوطن، راهم فيهم شعب جزائري يتعلم في الثانويات وحذري. لابد أن نكون يقظين، من استطاع أن يضحي في التربية فليتفضل،
ومن جعل التربية صفقة تجارية يبقى في منزله أحسن. نعم، شكرا جزيلا لك يا سيدة زهرة فاسي على كل هذه التوضيحات. ونختم جولتنا الإخبارية بشأنية الثقافة، حيث تتواصل فعالية الطبعة الثامنة للمهرجان الدولي للشرق.